كبير بيستحملني. ايوه ما بتثبتش. شايف الواد اللي هناك ده؟ مين؟ لؤي. انت بتعرفيه منين؟ يوه زبون اتعرفت عليه واديته معدي جنيهين. بلاش نصاحه يا بنت، الواد مليان ومعاه بفلوس، هو العيال اللي معاه. شطارتك بقى تنفضيه. تأمرني بس محتاجه سلطه. تاني؟ انت بتشبعيش؟ طب روحي الواد الاول، على قد ما هتظبطيه على قد ما هظبطك السلطه.
يخليك ليا يا ملك الليل. نقبك هيطلع على شونا، بقالي ساعتين بسقم لهم ولا الهوا. الولا ده باين عليه تقيل. عميه اتلاقي على عينك انت واجري. ماشي يا عم الشباب والرياضة. أنا اتحسرت تتمنى لو روحك والله ده اتمنى. هلو حبيب قلبي، مستني من زمان؟ بستناك العمر كله يا عمري. يا ابن اللعيب. لعيب؟ هو انت لعيب؟ ده انا اللعب كله. بس انا بقى احب اجيب جوان وعمري ما طلع الكوره بره. خلق عايشه ومرتاحه وفيها ناس مش فوق، وانا ماشي بدنا ارجح فيها مرتاح. لفوق 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 يلا. جيتي يا جهاد؟ مساء الخير يا ماما. سنوري يا ضمال، اللي انت جايباه في ايدك ده؟ شوية كباب ليك انت واخواتي عشان تتعشوا. كباب؟ يا لهوي يا لهوي. ايه يا ماما؟ هو انا داخلة عليكي بحاجة بطلة؟ لا يا عين امك، بس الكباب يجرح المهية واحنا لسه في اول الشهر. ما تقلقيش يا ماما، ده زبون متريش قوي، ساب لي قرشين حلوين وهو ماشي. زبون؟ قصدي عيان، عيان بس مقتدر على الاخر. ربنا كرمه ووقف على رجليه وبقى زي الفل، وهو خارج من المستشفى رش على كل اللي بيشتغلوا فيها تبس، قصدي حلاوه طلوع. بقى انا بتتكلمي عليا؟ انا بتتكلمي عليا يا بنت اللذينه؟ اتكلمتي ولا ايه؟ انا اتجننت بقى بكل اللي عملتيه؟ انا بعرفه، انا اللي على اصله، انا اتجننت ايه؟ اوعي اكتمي يا بنت. اكتمي يا بنت. فاهمة يعني ايه؟ اكتمي خالص. انتي طالبه انتي؟ في بنت محترمه تعمل في زميلتها كده؟ يا بيه اعرف اللي حصل الاول قبل ما تتعصب عليا. يا بيه؟ يا باش، يا استاذ، يا حاج، يا معلم. معلم انتي ايه؟ فاكره نفسك في غرزه؟ في طالبه تتكلم بالاسلوب الواطي ده؟ يا استاذ البنت دي بتلسن عليا وبتقول عليا كلام مش ولا بد، يرضيك يعني اسكت لها؟ تقومي تضربيها بالشكل ده؟ امال اجيب لها دندرمه؟ بتتريقي؟ شكلك مش عاجبك الكلام. والله يا حضرتك انا ما عملتلهاش اي حاجه، انا كنت بذاكر في حالي. يا سهتانه يا غلبانه يا كدابه يا بنت الواطيه يا بنت المخ. خلاص يا بنت. ايه؟ انت نسيت اني واقف قدامك ولا ايه؟ يا عم ما تتعصبش عليا، ولا خلاص عشان اتمسكنت لك شويتين قلبك حن وراق. اما انك بنت قليلة الادب مش متربيه، انت ما تقعديش في المدينه يوم واحد. يا عم دي بتاعه الحكومه، هي ايه بنسون المنظره؟ كده؟ طب ما انتيش بايته فيها علشان تبجحي براحتك. يا سلام، طب انا بقى هقدم شكوى وهوريكم. وانا هكتب فيكي تقرير زي الزفت علشان الجامعه تنضف من الاشكال اللي زيك. يلا ارموها بره المدينه وارموا حاجاتها معاها. اشكال انا ويرموني؟ ماشي يا بيت، انا هوريكم بقى. ما انت كده كده عيب ارضا، وكده كده متدينه، وكده كده حاجه، هي يوم اسود من اوله. خلص. استنى يا اسطى، اركبي. الحمد لله على السلامة يا خلود. الله يسلمك. ليه يا بنت؟ أنت ما راكيش غير المصايب. هي اللي بتتحدف عليا والله. إيه اللي حصل؟ ها بلدينا على فين؟ اصبر يا عم، إحنا مش بنتكلم. بقول لك إيه؟ أنا أوديك شقة ماجد. تباتي مع أمه. لا يا عم، أهله خانقة أوي ماليش فيهم. أنا هروح معاك، مش أنت شقتك فاضية؟ أستغفر الله العظيم. بقول لك إيه، ما تركن وتنزل تمدد جنبيها. أنت بتتدخل ليه؟ ما تخليك في طريقك. ايه ده؟ ايه يا عم القديم؟ ايه؟ هنطلع على الحلميه، اطلع على الحلميه يا اسطى. ايه دماغك دي؟ ده انت قديم قوي يا راجل انت. غريبة قوي. بقول لك ايه؟ ما بلاش ماجد واهل ماجد. دول ناس خنيقة انا ماليش فيهم يا خالد والله. خلاص انا لقيت الحل. احنا نوديكي عند البنات تباتي مع سوا ورانيا. عشان ما عندناش حريم تبات مع رجالة. ماشي. زي بعض.
دي دينا. طب افتحي. مساء الخير. اهلا اهلا بشجاعه السيما، انت ضربتي بنتي جامد قوي، عدمتها العافيه، اديتها علقه محترمه قوي قوي، بس هما يعني طردوني بشكل وحش قوي قوي قوي. طب خش يا اختي عشان الوقت متاخر قوي قوي قوي. هيا اتعشيتي ولا حضر لك تتعشي؟ لا لا ماليش نفس، متشكره قوي. ايه الادب اللي نزل عليك مره واحده ده؟ انت فاكره نفسك ضيفه؟ لا انت من النهارده الشقه دي زي شقتك بالظبط، وانا بنفسي هحضر لك العشاء. فكرتيني بماما، هي بس اللي بتقولي الكلمه دي. يا حبيبه قلبي ادام انا بقى زي ماما، تحبي تتعشي ايه يا بنتي؟ يا نعمة لو ما فصلت المزيكا الغامي ده لابصلك حبال الغسيل دي. بتشغل حاجة تفاريح لحجازي متقال ولا يعني فاطمة عيد ولا أي حاجة من الناس دي؟ حجازي متقال إيه يا ابني؟ يعني يغني لك يا حلوة شايلة البلاص عشان يعجبك؟ على فكرة المطربة ياسمين اختارت ناجي لأحلى أغنية في ألبومها الجديد. بجد؟ واو ده خبر تحفة، ألف مبروك. ميرسي يا سياد. ياسمينة دي اللي هي أحسن من فاطمة عيد ولا إيه؟ يا ابني حرام عليك، دي حاجة ودي حاجة تانية خالص، إيه اللي بتقوله ده؟ أيوة كده، ما تسكتولوش. ده أقل حاجة عنده. عليا النعمة تلم المتعوس على الخيب الراجع. هو أي حد مسك ربابة بقى مطرب؟ يا ابني هتموتني، ما بتشوفش تلفزيونات؟ مش عارف الفرق بين الجيتار والربابة؟ ده درامز يا خالد. أيوة يعني ربابة بالعربي. أنت في سنة كام؟ ها؟ أنت في سنة كام؟ أنا في كلية تجارة قسم محاسبة. إيه؟ في تالتة تاني. تالتة تاني ده حضرتك يعني مدبلر، فما تستغربيش، ده خالد. آه عشان كده منطشة معاك، تجارة مش عارف تحسبها. دي أقل حاجة عندي. يا حلوة يا جيلة البلاط. أيوة كده. أيوة اللي تدرس جديد قلبي يحبك بإخلاص، زي ما ودك وديني، زي ما ودك وديني. أنت طلعت مش كده؟ طلعت نزلت. أنت جاي تراقبها يابا؟ يخلص. عندك حشيش؟ إيه يا برنس؟ فيها شباب. انتوا هنا في الحرم الجامعي ها؟ مش عند ابو دنيا اللي خارب الدنيا. اصل في زملاء قالوا لنا اللي انت مدورها حشيش. يا ابني وطي صوتك يا ابني. والله العيال طمر فيها. خط الدعاوي الاعلام ماشي 100 100. ها؟ عايزين ايه؟ هنكون عايزين ايه؟ عايزين حشيش. ماشي. عايزين قد ايه؟ عايزين سيجارتين كده. سيجارتين اه. ماشي. تقلى كده شويه ها؟ اخطف ناس دقيقة او في كده اتكلموا مع بعض ها؟ خد وقت ما تعوقش بس. ايدك خدها تاني. ايدك حبيبي. ابرز بقى يا شباب. ادي ابرز 50 جندي. يلا يا عم خلص. ماشي شكلك شباب حلو. بص يا شباب تعرفتوا المكان؟ اي حاجه اي طلبات خاصه بالكيف والتكييف طالعه عند الشجر الصفرا ها. ماشي ماشي يا وحش. يلا طيروا انت. سلام يا ابو الشباب. سلام يا كوتش. والله شباب حلو زي الورد كتاب الله. اللي اقول لي يا طب اخبار الواد ده ايه؟ يا باشا انا بنفذ تعليمات سيادتك بالحرف الواحد، اللي بتقوله لي بعمله على طول. بس انا جاي لسيادتك عشمان في كرمك حبتين. يا بص خير؟ أنا باشا محتاجك تزود لي بس الكمية حبتين. أنا مديك حصتك يا طلبة. يا باشا أنا عايز بس يعني فرشين ثلاثة أربعة دلوقتي حالا،
احنا يا باشا ربنا فتح علينا والشغل كبر. الله، احنا بس فتحنا فرع جديد في الجامعه فبياخد زياده حد. جامعه؟ اه سعاده الباشا، دلوقتي الطلبه داخلين على امتحانات وعايزين يكيفوا تمام علشان يعرفوا يركزوا ويحفظوا الكلمتين. بعدين بقى احنا عملنا خطه تسويقيه جديده عايز اقول لسيادتك عليها. احنا دلوقتي هنجيب كيس كده ونحط فيه جوانين. خلاص خلاص انت هتحكي لي. اطلب لي الواد على السبيكر. طلعت يا باشا؟ ايوه تحت امر سعادتك. افتح السبيكر يا باشا. ولا طلعت يا خال. عليا النعمه خالي وخالي العيال. ازيك يا برنج عامل ايه؟ قول لي يلا الشغل عامل معاك ايه؟ 100 فول و17 يا برنس. وعهد الله لو تعرف هنا الشباب بيعملوا ايه عليك يا برنس. انت في الجامعه هنا كل الشباب عايزين يبوسوا ايدك يا برنس. بس انت بس زود لنا الدنيا كده وهنوصل للجامعه الامريكيه وعهد الله. ولا انت خلصت الكميه اللي معاك ولا ايه؟ يعني يا برنس يومين كده ثلاثه وبعون الله نكون جبرنا. يا برنس يا برنس اظبط لي الكميه وكتاب الله في ظرف شهور اوصلك لجامعه الدول العربيه. طب خلص اللي معاك وتعالى لي. سلام. ايه رايك يا باشا؟ الواد ده عايزك تحط عينك عليه، شد عليه وارخيله، عايز عضمه ينشف. هشد عليه وارخيله. ماشي يا باشا، نرتب لي. ايه يا جدعان؟ في ايه يا جدعان؟ قلبت الجامعه غرزه يا روح امك. يا باشا انت ما تعرفنيش يا باشا ولا ايه؟ انا ابن خالتي الامين كريم معاكم. وانا اعرفوه. انت مش بتعرفوش ايه بس يا باشا؟ استنى بس وعاد الله، دي مش غرزه يا باشا. ابغى ساعتها اللي معاك يا باشا. دي مش غرزه، انت شجر صفرا يا باشا. استنى يا باشا، الفلوس لازم والنبي يا جدعان. هات عضلات الحرس نعمل ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ تخطب؟ تخطب مين يا موكوس يا ابن الموكوس؟ عايز تخطب وانت لسه طالب في الجامعه؟ هتستناني هتستناني لغايه ما اتخرج واشتغل. تشتغل؟ هو انت نافع في شغل ولا نافع في تعليم؟ ما انت لو كنت مشيت دغري كان زمانك هتتخرج السنه الجايه، انما لا، ده انت لسه فاضل لك سنتين وانت بتاخد السنه في سنتين، يعني هقعد اصرف اربع سنين على حلوف زيك. هدي نفسك يا عبد العليم، لحسن يا اخويا السكر يقل عليك. سكر؟ هو ده اللي قدرت عليه يامه؟ حاج يا حاج، دي هتبقى قراية فاتحة، يعني حاجة هتضيق كده مش مكلفة. ومين اللي هيدفع؟ اقف جنبي. يلا يلا قوم يا من هنا، قوم لغاية ما تعرف معنى الرجولة ابقى تعالالي. اتفضل برا 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 البيت. اوفر قوي اللي انت بتعمله. يلا يا عم. مراسيل مراسيل وعايزك ضروري. في ايه مالك؟ اسكت يا برنس، سرقوني في الجامعه، كان ناقص ياخدوا الهدمه اللي عليا. نعم يا حبيبي، الكلام ده انا ماليش فيه. تقب وتغطس وتجيب لي الفلوس. وانا بقول لك كده عم طلبه عشان تقول لي كده. انا بقول لك كده عشان تصبر عليا شويه، وانا هجمع الفلوس والله واديهم لك. يا حبيب قلبي، دي لو فلوسي اصبر عليك بدل اليوم سنه، لكن دي فلوس ناس. ربنا يكفيك شر حاجه الناس. يا برنس وعهد الله، وعهد الله ما هتصبر عليا كتير. انا خلاص نازل شغل بكره، واول ما انزل شغل هجمع اي فلوس واديها لك اول باول. يا عم شغل ايه بقى؟ ما تقعدش تفلق دماغي. شغل ايه يا ابو شغل؟ وانت فالح في اي حاجه؟ انت حتى شغلانه الجامعه اللي جات لك كده السبوبه الحلوه دي ضيعتها بغباوتك. والنبي يا برنس ما تقطمني وتجيب لي سيره الجامعه، كفايه اللي حصل لي من وراها. عشان انت غشيم وعبيط وما بتسمعش الكلام. نهايته. عايز تشتغل ايه؟ يعني يا برنس هدرب المنتخب. اشتغل كهربائي. كهربائي؟ اه كهربائي، الشغلانه اللي اتفطمت عليها. ومال؟ انا مش هرد لك كلمه، هتشتغل كهربائي ومن بكره. تروح للواد عطيه بتاع المعتمديه وتشتغل معاه. تمام. تسلم يا برنس. كهربائي. اه وماله كهربائي؟ هو في احسن من الحلال يا برنس؟ الاستقامه حلوه. لؤي لؤي
اصحى يا ماما، اصحى يا ابني. وتصحى يا لؤي، اصحى يا روحي، يلا اصحى. ايه ايه يا ابني الساعة 9؟ ما تصحى بقى. في ايه يا ابني؟ مش عندك جامعة؟ في ايه يا ماما؟ اصحى علشان تلحق محاضراتك. الحق ايه؟ ها؟ محاضراتي؟ ماما سيبيني انام. اقول لك ايه، انا مستحملاك وساكته وصابره من زمان، خلاص طهقت. في ايه يا حبيبتي؟ مالك انت؟ فيكي حاجه يا ماما؟ انت بتستعبط يا ولد، بتستعبط ها، بتستعبط. سقوطك كل سنه، الجامعه ما بتروحهاش، كل ليله سهر وشرب وقرف. ده انت حتى ما بتداريش قرفك وسجايرك عني. راعي شعوري، راعي شعوري على الاقل يا عديم الربايه. ماشي يا ماما، فعلا انت عندك حق، انا فعلا غلطان في حق نفسي. صدقيني اوعدك ان انا هراجع كل حساباتي، بس اديني 3 دقايق، 3 دقايق انام. انا ما نمتش غير ساعتين بس. صباح الخير يا حبيبتي، هقوم اروح لك الجامعه واعمل لك كل اللي انت عايزاه. اقول لك ايه، حرام عليك، حرام عليك يا لؤي. انت عارف يا ابني انا بحبك قد ايه؟ انت عارف انت لؤي حبيب مامي. في ايه يا ابني؟ انت بتدمر نفسك بايدك ليه؟ يا مامي اوعدك اني انا مش هدمر لك نفسي تاني، بس اديني فرصه انام وهقوم اعمل لك كل اللي انت عايزاه. مفيش فايده، مفيش فايده، نام نام وخد دول معاك. مين دي؟ انت مش ناوي تيجي تبص لك بص على الشركه وتعرف ايه اللي بيتم فيها؟ يا ابني دي فلوسك وشركتك يا حبيبي. يا بابا انا ماليش في موضوع الصحه ده خالص، انت عارف كده. امال ليك ايه بالظبط؟ لا ليا في كتير، دراسه، نجاح، مستقبلي، كل ده. انت عايز تفهمني انك السنه دي هتنجح من اول مره يعني؟ شوف يا جالي، شوف يا جالي، انت ليك عندي ان انا انجح اخر سنه وبس. مفيش حاجه بتفرسني قد الثقه الزايده دي، زي الثانويه العامه اللي خدها في 4 سنين وسنتين في سنه اولى. ايه اللي حصل في الاخر؟ بذمتك يا مامي ايه اللي حصل في الاخر؟ مش نجحت؟ تلك عندي ان انا انجح وخلاص. بس ده برضه ما يمنعش انك تمر عليا في الشركه وتقعد معايا وتفهم كل حاجه ماشيه ازاي في الشركه. يا ابني انا لو مت ولا جرالي حاجه انت هتدور الشركه دي ازاي؟ ما تقولش كده يا بابي، ان شاء الله هتعيش وهتعيش كتير كمان، وهتعمل شغل كتير قوي، وهتعمل صداقات كتير قوي. ايه ايه ايه؟ صداقات كتير؟ صداقات يا مامي، صداقات، صداقات ما بين شركات وما بين الشركات التانيه عشان الشغل يكتر. شغل حلو يعني. انا بس عايز افهم حاجه يا لؤي، انت ايه يا ابني بتروح الجامعه فاضي كده من غير اقلام ولا كشاكيل؟ ايه بتكتب على ايدك؟ وليك يا شروق، اما الكبار يتكلموا تيجي تقول اللي في سنك يسكتوا خالص، فاهم ولا لا؟ ايه كشدوه؟ سامع يا مامي؟ سامع يا داد؟ على الاقل بقى انا مش فاشله زي ناس. ها الله 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 الله، ما تخليش انا اللي اتكلم. البيبي والشات لغايه الصبح واللوك لوك 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 طول الليل. اسكت ولا كمل؟ لو اي حبيبي بص بقى احمرت. حد يكلم بنوته كده؟ ودي مش اي بنت، دي اختك الصغيره. سوري يا مامي، لما اخذها كتكوت، لما هاجي اجيب لك الكوكيز اللي انت بتحبيه. ايه يا حبيبي انت لحقت تاكل؟ اه يا حبيبي الحمد لله، اصلا النهارده مستعجل جدا. اتعرفت يا بابا على حته الدكتور، تعينت عندنا حته دكتوره، مش قادر اقول لك ايه الجمال ده، قصدي ايه الاخلاق دي، ايه العلم ده، ايه الثقافه دي. هي ثقافتها يعني شويه مختلفه عننا، انما مش قادر اقول لك. واهم بقى ما يميزها انها بتعمل على مد جسور العلم ما بين الطلبه وما بين المعلمين، واخد لي بالك انت؟ ها واسمها سوسو، الدكتوره سوسو. وهي سوسو بقى، قصدي الدكتورة سوسو، بتدرس لكم ايه في الجامعة يا حبيبي؟ ملكيش فيه. ماليش فيه؟ سامع يا مامي بينفذني تاني. خلاص خلاص كفاية كده يا ولاد، انت مش محاضراتك لازم تلحقها، يلا بقى يلا على الجامعة، كفاية رغي. معاها فلوس؟ ها؟ معاه فلوس؟ هو معاه حاجة غير الفلوس؟ ازاي تقولي كده يا ماما؟ اه طبعا معايا مفتاح العربية والموبايل. يا بكاش. باي. على فكرة يا ريتك يا محسن تبقى أكتر إيجابية وتكون متواجد في حياة ابنك.
جرايه فريده، انت عايزه تحمليني مسؤوليه تربيه لؤي؟ يا هانم انت ام اللي قاعده معاه طول النهار مش انا. ما قلناش حاجه يا محسن، ما قلناش حاجه. ماشي، بس على الاقل اساله الفلوس دي بيوديها فين؟ يا هانم المفروض انت اللي معايا تراقبيه وتوجهيه، بس للاسف سيادتك مش فاضيه. الصبح في النادي وبالليل في حفلات صفوة المجتمع والشلة العجيبة اللي انت ماشية معاها. شلتي على الأقل معروفة، لكن انت شلتك مين؟ فريدة، إذا هنتناقش مع بعض أكتر من كده هنتخانق زي كل مرة. على العموم أنا خارج وهتأخر بالليل. أبوس إيدك يا جميل، احتويني يا جميل، خدني تحت جناح. حول ولا قوة إلا بالله، أعمل بيك إيه بس؟ يا عم ده أنت فشلت من أول أسبوع. يا كبير، ما أنت عارف إن ده مش كار، ما أنت عارف إن أنا كهربائي. أنت بقى لا نافع لا كهربائي ولا سرسجي. والنبي يا كبير، أقف جنبي، احتويني، علمني، وهتاكل من ورايا الشهد والله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم لا تجعلنا من قطعين الأرزاق يا رب. ماشي يا طلع، يعني اعتبرها آخر مرة؟ اكتب لي آخر مرة، وهتشوف. هعوضك على كل اللي فات. ماشي، انا هنسى اللي فات وهعمل معاك اتفاق جديد. فاكر الواد اللي كان راكب العربيه الاسكور اللي جه على ناصيه الحاره عندنا واشترى منك فرش كامل؟ وده ماله ده؟ الواد ده ليه في البودره طلعت؟ بودره ايه؟ بقى تستعبط فيها ولا ايه؟ بودره تلج يا حبيبي، بودره تسلخات، بودره يعني هروين، يعني كوك، حاجة تانية خالص. لا وإيه؟ مكسبها أكتر من البن الطاقة 10. ما تكلمه، هو في الجامعة الأمريكية، خليه يدخلك السوق ده. بس يا كبير الموضوع ده كبير. يا عم أنت فيه إيه؟ صدقني يا طلعت، أنت لو دخلت الكار ده صدقني هتعوض كل خسايرك في أقل من أسبوع، وعد الله. لسه صغير يا كبير، ما تشيلنيش مسؤولية أكبر مني. وبعدين بقى طلعت، أنا ماليش في اللوك والكلام الكتير. الله، واحد غيري كان زمانه دلوقتي علقك بسبب الفلوس اللي عندك، لكن أنا قلت أعمل بأصلي وأقف جنبك لآخر نفس. قلت برضه ابن حتتي، ولا أنت جبان؟ مين اللي جبان يا كبير؟ نخش في الموضوع وبأجمد القلوب. هو ده طلع. ماشي، هقوم نتكل على الله. ماشي، لسه لي تليفونك يا طلع. سلام يا برين. مع السلامة يا حبيبي. عملت ايه في الواد ده؟ جاب جاز، انت كان لازم يعني تبعت مقاول الانفاق للشقه اللي هو منصور. كان لازم ابعته ومرمطه وخليه يسيب في التراب، عشان لما يجيلي راكع ويسمع كلامي ما يعرضنيش. فاهم يا شفيق؟ يلا انت دلوقتي وبعدين نكمل. ماشي يا كبير. صباح الفل يا سعاده الباشا. ما هو يعني مطلوب مني اعمل ايه؟ ما انا معرفتي. شكرا. ما رضيش يجي معايا، اعمل ايه؟ اجيبه بالعافيه؟ وانا اعمل ايه؟ انا ما اقدرش ارفض العريس ده، ده ما فيهوش عيب. خلاص، حاجه بقى انا لوحدي واتقدم لك من غير اهلي ومن غير اي حد. ترضاها لي يا ماجد؟ عاوز تيجي تتقدم لي من غير اهلك؟ الهام، الهام انا بحبك، ما تصعبهاش عليا، انا بحاول الاقي اي حل. وهتقول لهم ايه في البيت عندي؟ بحبها وبس، لكن لا عندي شغل ولا عندي فلوس ومش هنقدر نتجوز الا حلاني بقى كمان 17 سنين. انت ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت ايه اللي حصل لك؟ فيه ايه؟ دي الحقيقه يا ماجد، انت اللي مش عايز تشوفها، لكن جه الوقت اللي لازم تعرفها كويس، وتعرف كمان ان انا مش هقدر اشوفك تاني ابدا. ماجد، انا خطوبتي الخميس اللي جاي، وحتى رقم تليفوني هغيره عشان ما تتعبش نفسك، ولو بتحبني بجد لازم تتمنى لي الخير. مع السلامة يا ماجد. Ha ha ha!
ما تقولش يعني. هام ده كلام؟ تسيبيني وتحلقيني يا مدام؟ يا بنت يا الهام، انا عايز اعمل حمام. يا ده عيب ياض، عيب صاحبك ياض الهام مستر باهم. ايه ده؟ مش عارفين؟ إعلام! ماجد، ماجد عشان الناس. إعلام رد عليا! ماجد، ماجد انزل ايدي! استرجلك انت! ماجد دخلنا الحرير! إعلام! ايه ده ماجد؟ ماجد! يا مات! يا ابني بالأدب! ما في رجل هنا ينزل! انزل ايدي! يا مات! انزل ايدي! ماجد! حل جابي! انزل يا إعلام! ماجد! انزل ايدي! انزل يا ولد انا مين؟ انزل ايدي! نعزل الجنة نتكلم معاك. جايب عيلتها كلها. لا ما تفرجناش على الدنيا. راح فين؟ راح فين؟ انا ما بخافش من حد. ايوه عايزين الجنة نتكلم معاهم. بس احنا عندنا في الصعيد بيقولوا ان الجري نص الجدع. ولا غلط. الواد انت ماجد برضو كان لازم تقول يا ماجد. جايبنا يعني تعبانين بس بص خلي لسانك حل، الناس دي محتاجه سلاح، جيب سلاح يا بقى. خالد خالد يا الهام انزل يا انا جاي اخد حقي. ولا انت تعمل لي فيها مجنون؟ انا هجنن من اهلك. اهلي؟ بقول لك انا جاي اخد حقي، جاي اخدها. تاخد مين يا ابن العبيطه؟ مين الواد ده؟ انا اللي ماشي مع خطيبتك يا حليتها. انا اللي ماشي مع خطيبتك يا حليتها. حليتها ما فعتوش الواد ده علي تموت حالا، ابوظ الجوازه دي. علي تموت؟ تعالوا. لا الحمد لله بقينا احسن. احنا عملنا غسيل معدة علشان كنت شارب كتير. ايه يا راجل كنت هتنتحر ولا ايه؟ لا مش عايزك تتكلم، عايزك ترتاح خالص وتاخد نفس طبيعي، وانا هبعت حد يكمل الاجراءات. ارتاح. خير يا دكتور؟ انتوا اهله؟ ايوه. كان مضروب وسكران. سكران؟ يا نهار اسود. على فكره انا ما رضيتش اعمل له محضر علشان شكله ابن ناس. ومين اللي جابه هنا يا دكتور؟ شويه عيال مساطيل. خلي بالكم منه، لو جيت هنا انا هعمل له محضر. الف سلامه. الله يسلمك. ألف سلامة عليك يا ماجد يا حبيبي. اللي حصل يا سعادة البيه؟ خناقة بسيطة. خناقة؟ سكران وبتتخانق؟ معلش لما نروح البيت. مين اللي عمل فيك كده يا ماجد؟ قولي. لا يا يما، لا خطوبتها دلوقتي ضاعت مني يا يما، ضاعت خلاص. يقطع إلهام وسنين إلهام. معلش يا حبيبي، ربنا ان شاء الله يعوضك باللي احسن منها. ما تزعلش. معلش. بابا انت نازل ولا ايه؟ مش هتفطر معانا؟ لا يا حبيبي النهارده انا مش هفطر معاك لاني مشغول جدا جدا ومش فاضي. بقول لك ايه يا بابا؟ خير. اصل انا عايز اودي العربيه للتوكيل بصراحه وما معيش فلوس. بس كده؟ حاضر يا سيدي اتفضل. وانا يعني عندي اغلى منك يا سلوي. خد الفيزا كارت دي اصرف منها اللي انت عايزه وبرجعها لي بالليل يا حبيبي. حبيب قلبي يا بابا اللي بتخلص انت على طول. بقول لك ايه، وانا سمعتك كده وانت بتخانق مع ماما بالليل، هو في حاجه؟ لؤي ما تجيبليش سيرتها، سيرتها بتنرفزني بتثير اعصابي. يا ساتر اعوذ بالله منها، اعوذ بالله منها. والله عندك حق يا بابا، والله عندك حق. ده انت راجل محترم، ده انت راجل مية مية. او كده بقى
يقعدوا لهم شهرين ثلاثة في الخناقة دي براحتهم، ألعب أنا بقى براحتي. العب يا لولو قوي، ما تلعبش عادي. لؤي لؤي، أنا رايحة النادي، الفطار جاهز. ها ده إيه الشياكة والجمال والحلاوة؟ إيه البرفيوم ده يا مامي؟ قولي لي اسمه إيه؟ بكاش. عايز إيه؟ هو الحقيقة يا ماما أنا عايز اقضي العربية للتوكيل، وانت عارفة ان انا اليومين دول ما معيش فلوس خالص. وبعدين يرضيك يا ماما، يرضيك بذمتك، الاقي بابا نازل اقول له بابا انا عايز اقضي العربية للتوكيل، يبصلي كده بمنتهى القلاطة ويخلع. يخلع؟ ايه الكلام السوقي ده؟ مين قال كلام؟ انا قلت يخلع. يخلع؟ لا لا لا، انا ما قلتش الكلام ده يا ماما، بقول يخرج يا ماما يخرج. سامع سامع يا كاسة الكل. يا قمر انت. ماشي، هدفع لك الفلوس لما ارجع من النادي. المهم عندي يا لؤي، ايه اخبار المذاكره؟ لا يا حبيبتي، المذاكره دي انا عايزك تنسيها من دماغك تماما، زي ما وعدتك. انت مالكيش عندي غير النتيجه اخر سنه وبس. انا ما بخافش غير من الثقه الزايده دي، كل سنه بتقول الكلام ده وكل سنه بتسقط. ولد بكاش، تتمرني في دماغي ولا ايه يا ماما؟ لذيذه قوي ماما دي. خلينا في اللي احنا فيه. افتح بقى سوسو سوسو. سوسو حبيبي، وحشتني وحشتني موت حبيبي. بقولك ايه، انت فين دلوقتي؟ طب ينفع اشوفك بالليل؟ قشط عليك. الأرض ولا في السماء، قطبا حديد أحوتنا وإحنا الأبرياء، إحنا اللي ضعنا في زمان كل انتشر فيه الرياء. كبير عن الحق دعمة، وصغير على الأرض درمة. صغير على الأرض ترمى. العدل فين يا محكمة؟ العدل قامت ثورته، والظلم زالت دولته. العدل قامت ثورته، والظلم زالت دولته. وبكرة يا ما نديت عليك يعني غني. وبالمفيد المختصر، ردينا لعيوننا البصر والشعب على الكلمته. وكل عمله بكرة وصل ما أجمله، لكن بلاش تتفتتوا.